اليوم في مطار مدينه اكادير المسيره اللي باش نكونوا حاضرين في حفل استقبال اللي غيكون بوغ هاد لا باز ايريان جديده لاول مره غادي تكون ديال رايانير هنا في اكادير اللي جايبه لنا مجموعه ديال لي فول ديريكت من مدن جديده ومن دول جديده لمدينه اكادير. هما تقريبا واحد 28 فول اللي غادي يكونوا منهم دابا حاضرين غادي نشوفوا الناس جايين من ايطاليا من بولوني وكاين روما كانوا الناس جاوا من جيبلان دي فول ديريكت بيان سور وجايبين واحد دي توريست هما الجاليه المغربيه او لا سياح اجنبيين. هاد لي 28 فول غادي يجيبوا لنا سياح جداد والتي ستمكن من ربط مطار اكادير المسيره بحوالي 20 خط جوي جديد اضافه الى 6 رحلات كانت موفره من طرف نفس الشركه منذ حوالي 2008. هاد الخطوط الجويه سوف تربط مطار اكادير المسيره بعده مطارات اوروبيه تنتشر عبر 7 بلدان اللي هي فرنسا، المانيا، اسبانيا، ايطاليا، بولونيا، البرتغال وكذلك انجلترا. Je viens d'Italie et on a pris l'avion de Ryanair qui a commencé la connexion entre Bologne et Agadir maintenant. Et nous sommes très heureux d'être de nouveau au Maroc parce que nous aimons beaucoup ce pays. عايش لينا جلال الملك والله يطول عمره والله يشد لينا في جلال سيدي محمد والله يخلي شعبنا كلنا فرحان والله يهز علينا وليدي هالوباء الله يهز علينا هالوباء.